ماشي ولد الدار البيضاء بالضبط الحي محمدي. شاب عادي بحال جميع الشباب ديال المغرب. قريت كملت الدراسه ديالي حتى الليسي. ابري الليسي قريت لوديفيزيوال وحاليا كنشتغل ما بين لوديفيزيوال والكوميديا. صابيت سرطان في السنه الثانيه ديالي بالكوليج بحكم انا كنت كنلعب كره القدم. كنت كنحبس وتعرضت لواحد الاصابه اللي خلاتني ندير واحد لوبيراسيون. يعني ابري اكتشفت بان عندي بدايه سرطان وتماك بدا العلاج ديالي. يعني انا في الاول ما كنتش فاهم. انا كنت عارف بانني غنمشي ندوز الدواء ونرجع لدارنا. ما ابري داكشي بديت كنفهمو مع بدات كطول المده وخصوصا كنشوفو في عائله الوالده اللي كانوا هما اللي مسانديني نار الاول وباقي مسانديني لحد الان. يعني الالم كنحسو فيهم هما ماشي في انا. كنقول انا هادشي عادي. من تماك عرفت بانه راه مرض شويه قاصح كيطلب امكانيات كيطلب بزاف الفلوس. انا كنبغي نشكرهم حيت هما اللي انفيستيو فلوسهم باش يبقى هاد السيد عايش على قيد الحياه. وصافي من موراها يعني جا الشفاء وبسبب ديال الجمعيه اجير اللي كانت كتوفر لينا الدواء. حيت الدواء كيكون الثمن ديالو غالي فهم كيوفروا لينا ينشريوه ب 50% يا حتى ل 70% كيكونوا ناقصين علينا الثمن ديالو. يعني كانوا كيعاونونا بزاف في الحوايج حتى المساعده النفسيه ولا الطبيه. يعني كانوا متكلفين بهذه الجمعيه والحمد لله من موراها جا الشفاء. وهي فاش رجعت بعدت على الميدان ديال السبور وديت كندير المسرح والتياتر. حتى لقيت راسي كندير لا كوميدي. لقيت راسي في الويب. يعني كل حاجه جات بوحدها. كنت انا من ساليت الدراسه ديالي مريت بمرحله ديال يعني كما كنمروا منا حنا الشباب هي التشوميره. فما فهاديك الوقيته بديت كندير دي كابسول ودي فيديو في يوتيوب. انا ماشي انا اللي دفعت المسابقه ديال ضاحكين. صاحبي سفيان هو اللي دفع ليا. فعيطوا لي اختاروني صافي. قلت غنمشي نجرب حظي حيت انا فديك الوقيته بعدت على المجال ديال الكوميديا خصوصا سورسين. فلقيت راسي في مسابقه غدوز قدام اللجنه. غتلاقى مع حسن الفاد هيثم مفتاح حمزه الفيلالي مونيا ماكيري وخصوصا مونيا ماكيري اللي كدعمني بزاف ومازال لحد الان كدعمني. كنوجه لها التحيه. و شاكي بعصفور وحسن الفد فكان معنا في واحد لا جورني كيكوتشينا. فهو اللي يعني هو لو باغان ديال الكوميديا في المغرب. فضروري حنا ما كتسمعش. شكون اللي كتسمع ليه في الدار؟ كتسمع الباك حيت هو الكبير هو اللي كيعرف يجيري السيتوياسيون. وحنا داخلين على مجال جديد وخصوصا ندخلوا في كوتي بروفيسيونيل. فحسن الفد راه هو لو باغان. سمعنا منه داكشي اللي عطانا. يعني داك السيد الا ما سمعش منه شي واحد راه بحال ما دزتيش من واحد المدرسه. والحمد لله انا كاينين بزاف المدارس اللي دزت عليهم اللي عندهم الفضل باش تكون هاد الشخصيه ديال فيصل باشي لا في الكوميديا لا حتى في حياتي العاديه وفي شخصيتي. الفكره ديال السبيكتاكل انا كنت كنوجد ليها هادي شي عام وزياده. علاش ما ندخلش لهاد التجربه؟ واخا هي التجربه اللي صعيبه باش انك تبقى بوحدك فوق لاصين لمده ساعه وزياده وتضحك المغاربه. راه يعني تجربه شويه قاصحه ولكن خدينا الغيمه. خدمنا عليها. خدم معايا كمال قريب صاحبي عصام الديني صاحبي اسامه العبد الله هادو اللي اصدقاء قرابين ليا بعادين على الدومين ولكن كيموتيفيوني على الكتابه كيعاونوا بداك الشيء اللي كيخدو يعاونوا عليه لدرجه كنلقى يعني تفاصيل في الخدمه ديالي واقفين عليها. وكنبغي نقول لهم شكرا حيت ما عنديش شي فرصه اخرى دابا في هذا المنبر نقول لهم شكرا قدام الناس باش يعرفوا راه هنا. يعني مازال كاينين صحاب اللي كيوقفوا معاك في الشده وكاين بزاف صحابي راه الا جيت نذكر سميات ما غنساليش. يعني شكرا لهم. قلت لك من مورا صايبنا هاد السبيكتاكل وغنديروا ليه البوبليسيتي باش يجيو الناس يتفرجوا. هذاك قلنا نخصوا التذاكر لشي واحد مريض. ابري من مشيت للمستشفى فين كنت كنتعالج لقيت يعني دويت مع لاسوسياسيون اللي هي اجير واتفقنا باش ان الريع ديالهم باش ما غيمشيش عند واحد غيمشي عند بزاف الدراري كونكو باش يتشرى الدواء ماشي غير لواحد بزاف. صافي ومن تماك بدات الفكره وخدمنا عليها والحمد لله لقينا اقبال من عند الناس كيشريو لي تيكي وباغين يجيو يحضروا. يعني مازال عندنا شباب في المغرب باقي في الانسانيه. يعني مازال عندنا الانسانيه في بلادنا الحمد لله. دابا حاليا التذاكر الحمد لله راه تقريبا قربنا وصلوا ل 200 تذكره. كاين اللي غير في شخص واحد شرى 10 تذاكر يعني بغى يتبرع اكثر. كنقولوا لهم شكرا.
لي زارتيست كاينين الناس لي كونفيرمانيونور باش يجيو بحال طاليس بحال صويلاح امل صقر كاين الناس اللي كنتظروا منهم يعني الفنانين اخرين اللي لبينا لهم الدعوه حيت هذا اول حاجه عمل انساني قبل ما يكون يعني سبيكتاكل ديال الضحك ولا شي حاجه وكما قلت لك الحمد لله احنا لا فنان عندنا في المغرب لا يعني الناس عاديين كيدعموا بحال هادشي يعني مزاكنا الانسانيه واي ارتست اللي بغى يحضر مرحبا به فهو مرحب لهذوك الوليدات ويعني الدار دارهم راه ما يمكنش تقول شي واحد ما تجيش بالعكس مرحبا غيكبر بيا انا اولا ويكبر بهذوك الوليدات بالدعم ديالو لا المادي لا المعنوي كانت امنيتي الوالده الله يرحمها تكون حاضره ولكن شاءت الظروف يعني الحمد لله كنقولوا الحمد لله على كل شيء هي تفرش فيا من الفوق وكاينه معايا خالتي اللي مربياني فهي هي بمثابه الوالده ديالي كنقول لها شكرا حيت واقفه معايا في كل شيء كنبغي نشكر بزاف الناس كنبغي نشكر الويب كافي اللي محل ليا لي سباس فين كندرب وخصوصا حنا ما عندناش لي سباس ديال لي جون لا سين ولا سينما ولا داك فكنقول لهم شكرا صحابي اللي واقفين معايا راه قلت لك العدد كثير الا جيت نذكر رسميات ما غنساليوش كنقول لهم شكرا اي واحد يعني وقف مع فيصل يعني وقفه لا في سبيكتاكل ديالي لا مع التبرع ولا مع شي حاجه كنقول لهم شكرا من هذا المنبر